أهلا بكم. أقرت حكومة الكاظمي ما سمتها آليات جديدة للإصلاح الاقتصادي باسم الورقة البيضاء، تضمنت عددا من الإجراءات الكفيلة بإنعاش الاقتصاد العراقي المتهالك من جراء الفساد الحكومي وسوء الإدارة وسوء إدارة الدولة، حيث أكد الكاظمي أن ورقته البيضاء هذه هي مشروع حل لأزمة الاقتصاد العراقي المزمنة والذي يعاني من تراجع كبير في الإيرادات العامة نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية وتأثيرات جائحة كورونا. لكن الخبراء الاقتصاديين والماليين يؤكدون أن هناك مجموعة من المشاكل والمعوقات التي قد تثير الشكوك بمدى أو عن مدى فعالية إجراءات الحكومة الإصلاحية في هذه الورقة، وأن المتضرر الأكبر من تطبيق وتدابير هذه الورقة هي أو هم أفراد الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة. أما أبرز تدابير هذه الورقة فهي خفض الرواتب الحكومية بنسبة تتراوح من 12% إلى 25% ورفع الدعم الحكومي عن بعض القطاعات وإيقاف تمويل صندوق التقاعد من الموازنة واستيفاء أجور الكهرباء وفق التسعيرة العالمية وزيادة أجور الجمارك والضرائب. ورقة الكاظمي البيضاء للإصلاحات الاقتصادية وحظوظها من النجاح في إنعاش الاقتصاد المتهالك والتأثيرات الاقتصادية السلبية على المجتمع العراقي هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل فعلا ورقة حكومة الكاظمي البيضاء هي خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي ومواجهة الأزمة المالية الخانقة في العراق؟ وكيف ستتمكن هذه الورقة من إعادة التوازن إلى الاقتصاد العراقي الذي دخل مرحلة الاحتضار الكامل؟ وكيف ستقوى الطبقات الفقيرة في العراق المسحوقة أصلاً على تحمل الإجراءات الاقتصادية القاسية والمريرة لهذه الورقة بحسب وصف الورقة نفسها؟ وهل هجوم الورقة البيضاء الشرس على دور الدولة في المجتمع يعني أن هذه الدولة ستتخلى، الدولة العراقية ستتخلى عن هذا الدور والالتزامات التي أصبحت شكلية بعد العام 2003؟ ولماذا لا تريد الطبقة السياسية الحاكمة في العراق الاعتراف أن الذي أوصل العراق إلى هذا الانهيار الاقتصادي والمالي هو الفساد الحكومي المتغول ونهب مقدرات الدولة العراقية؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني. لقامك. من البوابة الإلكترونية إلى التكنوقراط إلى الورقة البيضاء، تستمر الحكومات في العراق بتدبيج المشاريع والإصلاحات على الورق دون أن يكون لها داعم أو أرضية لتحويلها إلى واقع. وكلما جاء رئيس حكومة جلب معه اقتراحات وحلولا لأزمة لا تزال قائمة وتتفاقم أكثر فأكثر. آخر ابتكارات الحكومة هي الورقة البيضاء التي قدمها الكاظمي، وقد تضمنت عشرات البنود التي تدور حول الإصلاح الاقتصادي وحل الأزمة المالية بالاعتماد على ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات وتخفيض الرواتب والأجور وإعداد التخصيصات التشغيلية والاستثمارية على نحو فصلي وإصلاح قانون التقاعد وما إلى ذلك من خطوات لم يخطط لها لتكون عملية وسط بيئة سياسية فتك بها وباء الأحزاب وأنهكها الفساد. كل بنود الورقة الإصلاحية معلوم لدى العراقيين عدم إمكانية تحقيقها، ولم تلقى اهتماما لدى المعنيين بها وخصوصا متظاهري ثورة تشرين. لكن أهم ما جاء بها والكاشف عن غايتها وهدفها هو الإشارة إلى المدة الزمنية لتحقيقها، نحو 5 سنوات تحتاج هذه الورقة لإنجاز بنودها، هذا ما أكده الكاظمي. 5 سنوات تعني أن الكاظمي قد وضع أول قدم له في الانتخابات القادمة، وستكون هذه الورقة الذريعة المثلى لاستمراره في الحكم. يقول خبراء اقتصاديون لو منح الكاظمي 20 سنة أخرى لما استطاع تحقيق بند واحد، وذلك لتضارب جميع هذه البنود مع مصالح الأحزاب وخطط زعماء الميليشيات، فكيف للكاظمي أن يقفز فوق هؤلاء جميعا وهو ابنهم البار والحارس لمصالحهم؟
حتى شركاء العملية السياسية أكدوا استحالة تنفيذ بنود الورقة البيضاء. نواب عن تحالف الفتح وصفوها بالوعود الوهمية، وأعضاء في جبهة الإنقاذ والتنمية أشاروا إلى خلوها من تشخيص الأسباب المباشرة لأزمات العراق واتجاهها في الإغراق بالتفاصيل للتهرب من تحميل التركيبة السياسية برمتها مسؤولية مصائب العراق. إنها سياسة العصا والجزرة، الخيار الأخير لشركاء العملية السياسية للاستمرار في حكم الشعب المضطهد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في التدابير الاقتصادية للورقة البيضاء لحكومة الكاظمي وحظوظ هذه الورقة من النجاح في إنعاش الاقتصاد في العراق وتأثيراتها وتداعياتها السلبية على المجتمع في العراق. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، وأيضا معنا الدكتور لقاء مكي الأكاديمي والباحث السياسي، وسيكون معنا عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. دكتور رافع الفلاحي، ورقة من حوالي 100 ورقة سميت بالورقة البيضاء، حصيلة اجتماعات لخلية اقتصادية، مستشارين، متخصصين، وكانت النتيجة 100 ورقة من تدابير وإجراءات وإحصاءات سميت الورقة البيضاء لإنعاش الاقتصاد العراقي ومواجهة الأزمة المالية الخانقة في العراق. أنت قرأتها، هل تعتقد أنه هذه الورقة ستوفق فعلا في إيجاد حلول لهذه الأزمات المتراكمة والمتفاقمة في العراق الاقتصادية والمالية أقصد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، بداية يعني أي ورقة مهما كانت إصلاحية تبتغي التغيير، أي ورقة كانت لابد أن تدرس الظروف، كل بلد ظروف المشكلة، وبعد ذلك تضع رؤيتها وحلولها لهذه المشكلة. عندما تقرأ ما تسمى بالورقة البيضاء، ما سميت بالورقة البيضاء اللي هي من 100 صفحة، نعم، تقرأ من 100 صفحة، أنت تقرأ أكثر من 50 صفحة ربما، وقريب من 50 صفحة، وتجد فيها وصف للوضع العراقي، الوضع الاقتصادي العراقي، وهذا كل الناس تعرفه. وبالتالي تبدأ بعد ذلك ما يعتقدون أنها حلول. أريد أن أقول في أول شيء، في أول ملاحظة، في الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه، وخاصة في العلوم التطبيقية، العلوم الهندسية الطبية، علوم إدارة اقتصاد، كل هذه يفترضون أو يطلبون من الباحث سواء بالماجستير أو بالدكتوراه إذا قدم رسالته أو طروحته، يطلبون منه أن تكون عملية وقابلة للتطبيق. نعم. قابلة للتطبيق والإثبات، يعني ليس رؤية خيالية، رؤية غير قابلة للتطبيق. هذا الشرط الأساسي، أن تكون واقعية وقابلة للتطبيق، حتى إذا كانت بها أرقام يجب أن تكون الأرقام واضحة ونتائجها واضحة لكي تؤدي إلى النتيجة، نصل إلى نتيجة مهما كانت المشكلة اللي تعالجها الرسالة أو الأطروحة. عندما تقرأ هذه الصفحات 100 من هذه الورقة التي سميت ورقة بيضاء جزافا، طبعا هذا التسمية، ستجد أنها غير واقعية، فعلا غير واقعية، لأن أنت تريد أن تنهض بالاقتصاد العراقي، أنت لديك 17 سنة من الخراب التام، هناك قوائم دولية واضحة ومحلية تؤكد أن العراق واحد من بين أكثر 5 دول في العالم فسادا، هناك أكثر من $1 تريليون بددت في مشاريع وهمية وفي سرقات وفي فساد، هناك أحزاب وقوى تتحكم بالدولة بهذه الطريقة، هناك انهيار اقتصادي، هناك صناعة وزراعة مفقودين. فأنت في كل الأحوال تبحث بداية عن البدائل، هذا وضع شاذ ووضع غير صحيح، ما هو البديل عن هذا؟ ما هو البديل؟ عندما تقرأ هذه الصفحات ستجد أنهم يتحدثون بشكل فضفاض غير منطقي عن بديل يسمى صناعة وزراعة وإصلاح مالي وغاز ونفط. وسأبدأ من الأخير، الغاز والنفط هناك عقود للتراخيص أعطيت لشركات أجنبية، وبالتالي الشركات الأجنبية هي من تتحكم بهذه القضية، وأخذت يعني ضمانات لمدة، يعني أخذتها كعقود لمدة 50 سنة وربما 100 سنة. فبالتالي العراق ليس له الحق، يعني هذه الشركات كلها هي اللي تستخرج النفط وتبحث عنه،
وتعطيك لو تاخذ حصتها، وبالتالي انت لا تستطيع، وبعقود رسميه وسياديه مثل ما يسمونها، فلا تستطيع ان تتحكم. اذا الغاز والنفط انت خارج هذه السياقات، يجب ان تتفاهم مع شركات اجنبيه، والشركات الاجنبيه لها شروطها ولها اموالها ولها سقوف من الـ من الـ من المطالب الكبيره اللي انت غير قادر عليها. عندما تاتي الى الوضع الصناعي والوضع الزراعي كبدائل، لان انت لديك ترهل، لديك لديك بطاله، لديك فقر، لديك مجاميع كبيره من العراقيين. في الورقه يتحدث عن امكانيه تشغيلهم، اعاده تشغيل او اعاده حتى توظيف للموظفين الان، لانه الان لدينا حوالي 6.5 مليون موظف، وهذه قضيه غريبه عجيبه. طبعا في عام 2003 في النظام السابق، النظام البائد مثل ما يسمونه، كان عدد الموظفين 850 ألف موظف، مع أنه كان عندنا أكثر من 170 مصنع كبير، وإضافة إلى مصانع ربما تصل إلى 7000 معمل ومصنع، وكلهم موظفين، وعندنا 850 ألف موظف، وكنا ننتج كثير. العراق ينتج أشياء كثيرة. الآن عندما تريد أن تذهب إلى الصناعة، ستجد أن الصناعة غير موجودة، البنى الأصلية للصناعة غير موجودة، الزراعة غير موجودة، البنى الأصلي، فأنت تحتاج إلى إعادة بناء البنى التحتية. هذه البنى التحتية تحتاج إلى بناء تراكمي، تحتاج إلى عقود حتى تعيد بناءها التراكمي، وتحتاج إلى أموال، وتحتاج إلى خدمات كبيرة. إذن البديل الذي يحقق لك نقلة اقتصادية جديدة عدم الاعتماد على النفط، مثل ما يقولون 98% من الاعتماد على النفط ريعي، 98% من واردات العراق كلها وميزانيتها تعتمد على النفط. نعم. فإذا 98% حتى تقلل الاعتماد، هو معطي يعني، حتى من يتحدثون يعطون نماذج الإمارات وغيرها اعتمادها. أنت لا تستطيع هذا الموضوع لا يأتي يعني بعصا سحرية، يحتاج إلى زمن، يحتاج إلى ولذلك الورقة دكتور بنا تراكمية. الكاظمي ما قال أن الورقة هي الحل، قال أن الورقة البيضاء تمثل البداية، نقطة الشروع للإصلاح الاقتصادي، وستكون قاعدة يستند إليها في تطوير رؤية مستقبلية اقتصادية في العراق. نعم، لذلك أنا قلت أن كل دراسة يجب أن تكون واقعية. نعم. يجب أن تكون واقعية وقابلة للتطبيق. خلص الدكتور عبد الحميد. نعم. العاني، دكتور الكاظمي لم يقل أن هذه الورقة هي للإصلاح، عصا سحرية للنهوض بالاقتصاد العراقي، إخراجه من القبر وبعث الحياة فيه، قال هي بداية للإصلاح الاقتصادي، قاعدة نستند عليها، نقطة البداية. هذا كلام خيالي رومانسي كما قال دكتور رافع، لو كلام متفائل، ونحن يبدو الناس بالعراق محتاجة إلى شيء من التفاؤل. يعني التفاؤل مطلوب، لكنه نعم. مثل ما قال دكتور رافع، يجب أن يكون هنالك له علاقة بالواقع. هذه الورقة بداية تسميتها تسمية فيها خداع للشعب العراقي. كيف؟ بهذا الاسم هي يصح أن يطلق عليها ورقة الخداع السياسي، ورقة العوراء إذا نعم. أردنا على ذات الـ يعني القافية أو السجع. نعم. لأنها تنظر بعين واحدة كما يقال، ولأنها مبنية على خيالات، ولأنها مبنية على تشخيص خاطئ. المقدمات الصحيحة تقود إلى النتائج الصحيحة. هذه الورقة هي لا تخرج عن إطار الخداع للشعب العراقي والمسكنات، وبالمناسبة هذه الكلمات المسكنات وغيرها ليست من استخدامنا، بل هي أطلقت عليها حتى من قبل شركائه. القضية لا تعدو أنه ضمن الدعاية الانتخابية التي بدأت بها هذه الأحزاب السياسية منذ الآن في إطار محاولة دغدغة مشاعر الشعب العراقي، وربما خداع بعضهم بأنه الإصلاح قادم على يد هؤلاء، أو أنه إرادة إصلاح موجودة حقيقية. وهذه الورقة لو نظرنا إليها أيضا سأقتبس من بعض استخداماتهم ومصطلحاتهم، هي زرق ورق، لأنها مليئة بالجداول البيانية الحمراء والخضراء والصفراء، جميلة. فهذا أيضا نوع بالمناسبة من الخداع حتى يخدع القارئ أو المتلقي. تقصد الإحصاءات اللي قدمتها منقولة من صندوق النقد الدولي على الاقتصاد في العراق؟ نعم. وضعها هي نعم. أنا قلت أنه هي ربما تكون مقدمات نعم. يعني المعلومة صحيحة، لكن توظيفها في هذا الإطار. في الجملة لو نظرنا يعني الخطر الرئيسي في هذه، كونها لماذا خداع وكونها تخديرية وإلى آخرها،
هي أولاً غضت الطرف عن المشكلة الأساسية في البلد. المشكلة الأساسية في البلد ليست تنفيذية، هي تريد هذه الورقة أن تقول أن المشاكل التي وصلنا إليها في بلدنا هي تنفيذية. نعم، هي جزء من المشكلة التنفيذية وتلقي باللوم على السابقين، لكن هل المشكلة في السابقين يعني الحكومات التي قبلها ضمن بعد الاحتلال، هل كانت في أشخاصهم أم في الإطار في المنظومة نفس ذاتها؟ المشكلة في المنظومة السياسية التي حمت أولئك الأشخاص وحمت أولئك الفاسدين. لم تتطرق لهذه الورقة لا من قريب ولا من بعيد إلى الذي حمى هؤلاء الفاسدين من العملية السياسية وأحزاب التي تحتمي بهذه العملية، ومن الميليشيات التي تمارس الفساد وتمارس النهب للمال العام. هذا كله غضت الطرف عنه وسلطت الضوء على جزء، وكأنها تريد أن تقول أيضا إضافة إلى أنه خطأ بعض الأشخاص في التنفيذ، أنه الشعب ربما يجب عليه أن يقدم تضحية في بعض الضرائب أو شد الحزام. قالت الإجراءات مريرة بالضبط وقاسية، وعلى الشعب العراقي أن يقبل بها. والإجراءات هذه القاسية فقط يتحملها الشعب العراقي، أما الفاسدون السياسيون وميلياشياتهم وغيرها فيبقون يرتعون كما يريدون. فإذا لا حل في هذا ولا إمكانية حل ولا إرادة للحل، هي لا تعدو أن تكون مثل ما قلت في بداية كلامي خديعة وفي إطار الصراع السياسي فيما بين هذه الأحزاب. أشكرك دكتور لقاء مكي، مساء الخير أولا. مساء النور يا هلا بالأستاذ. دكتور، الورقة تتحدث أن واحد من أبرز أهدافها الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي التي طرحتها أو قدمتها حكومة الكاظمي أنها تريد إعادة التوازن إلى الاقتصاد العراقي، معالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد العراقي، وضعه على المسار الصحيح، وبالتالي النتيجة طبعا المرجوة هو خلق مستوى عيش كريم للشعب العراقي. هذا كلام كبير جدا، الواقع يسنده؟ هل هناك واقع يسنده؟ هل هناك إرادة سياسية حقيقية تدفع وتكون قوة معززة بهذا الاتجاه؟ نعم، شكرا جزيلا. طبعا من الناحية الفنية أنا أعتقد أن الورقة يجب أن تحاسب ليس على أساس سياسي، ولم يقدمها تقدمها حكومة الكاظمي على أنها ورقة سياسية. هي قدمت من خلال وزارة المالية وهي وزارة فنية، واللي قاموا بها لجنة فنية متخصصة من خبراء في الشؤون المالية ولم يكونوا سياسيين، وبالتالي اللي غير مطلوب منها أن تقيم الأوضاع السياسية في البلاد، هي فقط تناقش الأمور من الناحية الفنية الصرفة. نعم. المالية الفنية الصرفة. وبالتالي أعتقد أن ما قامت به هذه الورقة من معطيات سواء في تشخيص المشاكل وإيجاد أو اقتراح حلول، أعتقد أنه أمر جيد جدا وتقدم، لكن يعني الكلام أنها قد لا تكون واقعية يمكن أن يكون صحيح على الأقل في هذه المرحلة. دكتور خليني أصير متعجل وأقاطعك، كل المشاكل التي تحدثت عنها والسلبيات والتشوهات مشخصة منذ 17 عام، هي لم تأتي بجديد في قضية التشخيص على الأقل. لا ليس بهذا التفصيل. تمام. الدقيق الفني، يعني احنا نتكلم نقول اكو في فساد، نعم في زراعة خربانة في صناعة خربانة، صحيح هذا كل الكلام. تمام. لكن اين اوجه الخراب في الصناعة واين اوجه الخراب في الزراعة؟ هذه التفاصيل اساسية لبناء خطة لإعادة البناء اذا كان هناك رغبة، مثل ما حضرتك اشرت الى وجود إرادة سياسية لإعادة بناء ما تهدم خلال يعني منذ السنوات الطويلة. عموما أنا أقول أن الإرادة السياسية اللي حضرتك سألت عنها محكومة بوجود يعني نخبة سياسية عادلة وحاكمة وقادر على اتخاذ القرار. الحكومة الحالية بالتأكيد هي ليست في وضع يمكنها من اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بإعادة بناء الاقتصاد أو تطبيق أو حتى البدء بتطبيق ورقة الورقة البيضاء، لأنها بالحقيقة حكومة انتقالية تمهد للانتخابات، وأعتقد الفترة المتبقية للانتخابات ستفرض عليها أن تركز على هذا الموضوع.
وأعتقد أيضا أن الأهم من تنفيذ هذه الورقة التركيز الوزارة سينصب على تهيئة الانتخابات والظروف المحيطة بها وأبرزها يعني ما يتعلق سواء بالقانون أو يتعلق بالجوانب اللوجستية أو يتعلق بالميليشيات وأسلحتها وما شاكل، وإعادة هيبة الدولة. هذه التفاصيل أهم أعتقد من الجانب الاقتصادي، لأنه الجانب الاقتصادي طويل المدى والأمر يتعلق بخطط خمسية يعني قد 10-20-30 سنة لا أدري، لكن ما تهدم في العراق كان نتيجة جهد استمر حوالي 80 سنة. بالتالي ما يمكن البناء الآن في المستقبل أعتقد سيحتاج إلى عشرات السنوات القادمة في وضع سياسي مثالي وليس في مثل هذا الوضع المشوه. أعتقد أيضا أن هذه يعني عملية المسكنات هذه نعم بالتأكيد حكومة الكاظمي تريد أن تقول أننا أنجزنا شيء، هي لم تنجز شيء. يعني هذه الورقة هي ورقة فنية كان يمكن لجامعة محترمة ومجموعة متخصصين يعطون الصلاحية والمعلومات ينجزوها، لكن المشكلة ليست هنا، المشكلة كيف تنفذ هذه الورقة أو كيف تبدأ بالتنفيذ في ظل وجود مناخ سياسي وأمني مشوه وغير صالح على الإطلاق لإقامة أو لإطلاق مشروع اقتصادي حقيقي في البلاد. المشكلة أن البيضة من الدجاجة ولا الدجاجة من البيضة. لا. يعني حقيقة الوضع الآن في حالة من التشابك، بحيث أن أي مسؤول سياسي يعني حقيقة أنا لا أستطيع لوم الكاظمي. الكاظمي لا ننسى هو يعني صحيح جزء من العملية السياسية، لأنه يعني هو مؤيد لها وجاء معها، ولكنه ليس جزء من الأحزاب الحاكمة، وبالتالي وجوده كان يعني بأسباب معروفة واضطرارية، ولكنه غير مريح بالنسبة لهم. ولو كان بإمكانهم إزالته لأزالوه، لكن الآن المشكلة إذا أزالوه ليس هناك بديل والوقت أصبح ضيق وهناك حصار على إيران بدأ. ويعني عموما بعد الانتخابات الأمريكية ممكن إذا توفر لإيران مخرج ممكن حتى يستبدلون الكاظمي وتغير قواعد اللعبة بالعراق، هذا أمر آخر. لكن الآن إذا استمرت هذه الظروف أعتقد أن هذه الورقة على الأقل في المدى المنظور من الآن إلى الانتخابات على الأقل إذا ما سنة أو أكثر لن تستطيع أن تفعل شيء. هناك مشكلات راهنة، الرواتب، الميزانية الخاوية على كل أن الحكومة عند الطرح الكاظمي حددت لها أنه من 3-5 سنوات يعني لتطبيق هذه الخطة أو خارطة الطريق. نعم بالضبط، وخمس سنوات يعني عمر الحكومة القادمة. نعم. والبندري أصلا الحكومة القادمة راح تشكل ولا لا، والانتخابات راح تصير ولا لا، والحكومة القادمة قد تكون هي امتداد لأحزاب الفساد الحالية ومنظومة الفساد الراهنة، وبالتالي هاي الورقة ستضعها في الرفوف. المشكلة المنظومة اللي ذكرها دكتور رافع هذا كلام سليم، المنظومة مو بس غلط، المنظومة مجرمة. احنا نتكلم عن فساد وإجرام، واحد يدافع عن الثاني وارتهان للخارج. هاي الثلاثية المجرمين الميليشيات القتلة منتهكي حقوق الإنسان والفاسدين اللي هم بعضهم ليسوا سياسيين، بعضهم رجال أعمال مستفيدين، والطرف الثالث هو العدو الخارجي أو الطرف الخارجي اللي هي إيران بالتحديد، وربما بعض الأحيان الولايات المتحدة لكن إيران بشكل خاص. هذه المنظومة أصبحت أخطبوط ولديها أذرع ممتدة في كل مفاصل الدولة. سنتحدث دكتور أشكرك، هذه نقطة مهمة. حتى الورقة تحدثت عنها. تحدثت عن صعوبة خلق بيئة استثمارية في ظل سيطرة تنظيمات مسلحة سمتها خارج عن القانون وأنها تهيمن على الحقيقة مفاصل كثيرة في الدولة. نتحدث عن هذا الأمر أيضا وغيره من النقاط، لكن نتوقف عند هذا الفاصل القصير. هذا فاصل سنشاهد به أيضا رأي الخبير الاقتصادي ورئيس غرفة صناعة نينوى الدكتور محمد علي المشهداني، لنشاهد ما قال عن قضية إمكانية تطبيق هذه التدابير لهذه الورقة في ظل الفساد الموجود والمتغول في الدولة العراقية. تهدف هذه الورقة إلى
إذا تعظيم الكتلة النقدية في العراق وتجاوز هذه الأزمة الاقتصادية والتقليص من الشركات الخاسرة، دعم القطاع الصناعي الخاص، يعني المشككين عندهم وجهة نظر أخرى، بالتأكيد والفساد راح يأثر. يعني احنا ما يكون نطلع يعني من الوضع العام الموجود، الفساد يعني عملية القضاء عليه عملية صعبة وشائكة تحتاج إلى معجزة. دكتور رافع، ورقة تتحدث عن تدابير للإصلاح، لكن الفساد لا أحد يقترب منه، وهذا رأي خبير اقتصادي الآن يتحدث. قضية الفساد في العراق تحتاج إلى معجزة إلهية لاقتلاعه. طيب كيف ستمضي هذه الورقة بالإصلاحات والفساد محمي كما قلت، محمي وراسخ ومتجذر؟ نعم، لذلك أنا في البداية تحدثت قلت إنها غير واقعية، وأقول غير واقعية لأنه بالرؤية المنطقية والعقلانية والواقعية أنت تريد أن تنشئ مشروعا، أي مشروع كان، أنت تحتاج إلى بيئة ومناخ ملائمين. أنت حتى في كتابة رسالة ماجستير أو طروحة الدكتوراه مثل ما تحدثنا بالبداية، أنت تحتاج إلى مصادر. عندما تقدم رسالتك أو طروحتك وبدون مصادر تعتمد عليها وبدون أدلة وأسانيد، ستعاد هذه وسترفض هذه الرسالة، والمشرف عليها واللجنة التي ستناقشك لا تقبل بها، لأنه الكلام غير مثبت، غير منطقي، لا ليس له أدلة. في مجمل العراق نحن لدينا قفز، يعني في تكليف مصطفى الكاظمي لهذه اللجنة من الخبراء مثل ما شرحهم الدكتور لقاء، نعم قد يكونون من الخبراء اللي غير مسيسين، غير حزبيين، ما لهم علاقة بالسياسة، لهم علاقة بالمال والاقتصاد، طيب، لكن التكليف خطأ، لأنه أنت عندك أولويات، الحكومة لديها أولويات، ومن كلفهم؟ كلفتهم الحكومة، كلفهم رئيس الوزراء في بحثها. أنت لديك أولويات، أنت لديك مشكلة وجذر المشكلة سياسي، ولديك جذر مشكلة أمني وحزبي ورؤية ومشاريع وفكر خطأ به، مشكلة كبيرة، وكل هذه المشاكل تولدت من هذه المشكلة. وهذه النقطة، هذه المشكلة دكتور، نعم. الطبقة السياسية من 2003 اليوم لا تريد الاعتراف أو تذهب إلى تشخيص أن المشكلة سياسية بالبداية، هي هذه الحقيقة. نعم. لدينا احنا خلل بنيوي في العملية السياسية، في الفكر السياسي الذي يحكم العراق، في هذه الفلسفة السياسية التي تحكم العراق، وبالتالي ما ينتج عنها كل مخرجات اقتصادية اجتماع كلها خطأ ومصيبة كبيرة. فأنت لا تعالج هذه وتذهب لي إلى الاقتصاد. الاقتصاد يحتاج إلى بيئة مستقرة، تحتاج إلى حتى تنفذ هذا المشروع، تحتاج إلى عدم وجود فوضى. احنا لدينا فوضى سياسية، فوضى أمنية، فوضى اجتماعية، فوضى في كل الاتجاهات، وفوضى اقتصادية أيضا. وأنت تأتي بمشروع تقول لي بعد 3 إلى 5 سنوات تنفذه، حتى لو كانت الحكومة مو مؤقتة هذه وحكومة مكلفة بإجراء الانتخابات، حتى لو كانت حكومة دائمة لديها 4 سنوات، هل ستستطيع أن تنفذ هذا البرنامج؟ أنا أقول لك لا. دكتور، في نقطة الفساد حتى نعم. نتجاوزها. فبالتالي أنت لديك واحدة من الـ من الـ من الـ من نقاط الفوضى الكبيرة، أنت لديك الفساد. نعم. الفساد المؤسسة الوحيدة في العراق التي تعمل والكل يخدمها، كل هذه الأحزاب والقوى تخدم هذه المؤسسة، والكل يخشاها. الكل يخشاها لأنه هي فيها رزقة وفيها حياته وفيها كرسي الحكم. فبالتالي محمية بالسلاح ومحمية بالفكر ومحمية بأجندات خارجية، ولأنه مطلوب عندها أن تكون مخرجاتها باتجاهات كبيرة. أولا تدمر العراق، تجعل هذه العملية السياسية ماضية في طريقها على السكة، قطارها على السكة، هذه الطبقة السياسية حاكمة مثل ما هي، والعراق من تخلف إلى دمار، ومثل ما هو مطلوب. لماذا احتل العراق؟ لكي يصل إلى هذه المرحلة. هذه الطبيعة السياسية لا يمكن أن تثق بقدرتها على النهوض بالاقتصاد، وموظفين فيها مرتشين، مؤسسات مرتشية، قوة السلاح يعني تجبر على الرشوة وعلى الفساد وعلى الخراب، ومؤسسات كبيرة تحكم بدءا من الموانئ والمطارات وغيرها بالميليشيات والمنافذ الحدودية بالميليشيات. فبالتالي أنت الاقتصاد
محمي بشركات وتملكها ميليشيات وتملكها قوى حزبية وأثرت على حساب العراقيين وما زالت ولن تقبل أن تتنازل عن هذه الأموال. فكيف تطبق هذه النظرية الاقتصادية في بيئة من الفوضى بهذه القضية لكي تخرج العراق من هذه الكارثة وأنت صناعتك تحتاج إلى خدمات كاملة لا تستطيع توفيرها، زراعتك تحتاج إلى خدمات كاملة، ومثل ما قال دكتور لقاء 80 سنة أنت بنيت صناعة وزراعة بغض النظر عن شكل الأنظمة، لكن على الأقل من تأسيس الدولة العراقية لغاية 2003 أنت 80 سنة بناء تراكمي وصلت إلى مرحلة معينة، هذه كلها انتهى والآن تحت الصفر، أنت يجب أن تعيد كل البنى التحتية، وهذه قضية المعمل على المفتاح ما عادت مجدية لأنه تكاليفها عالية جدا جدا وتحتاج إلى واضح قدرات هائلة. أشكرك دكتور. دكتور عبد الحميد العاني، الورقة منذ البداية تتحدث أنه إجراءاتها وتدابيرها قاسية ومريرة وتأثيراتها على المجتمع العراقي قاسية، وحتى أمر غريب على الشعب العراقي تقول أن يقبل بهذه الإجراءات مع الطبقة السياسية، وفي نفس الوقت تتحدث هذه الورقة أنها معنية بحماية ما سمتها الفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة، مع العلم كل إجراءات الورقة تتحدث عن خفض لرواتب القطاع العام، خفض الدعم العام، الحقيقة انحسار دور الدولة في القطاع العام، زيارة الضرائب، وهناك حديث عن ضرائب حتى على الدخل، فهذا التناقض في القضيتين يعني كيف ممكن أن تخرج منه هذه الورقة؟ يعني بعيدا عن هذه التفاصيل، لأنه الحقيقة الخوض في مثل هذه التفاصيل كأننا نقر بأنه هذه الورقة تريد هنالك معالجة. نعم، مثل هذه الأمور التي ذكرتها الآن هي دلالة أو مؤشر كبير على أنها القضية قضية خداع وليس هنالك إرادة للإصلاح الحقيقي. القضية لا تحتاج إلى تنظير، ولا ذكر دكتور لقاء ربما لو كلفت جامعة أو مجموعة من الباحثين الأكاديميين في الاقتصاد والعراق لا يخلو من مثل هذه العقول لقدموا ورقة أفضل من هذه من حيث التفاصيل. القضية هنا يعني كما قلت يراد أنه وعد بأن هنالك إصلاح، لكن في نفس الوقت تحميل الشعب العراقي تبعت هذه أو آثار هذه وغض النظر عن الأطراف والمجتمع مسحوق الحقيقة، هل سيتحمل إجراءات قاسية ومريرة؟ فهي إذن ليست بارقة أمل للشعب العراقي، وإنما بارقة أمل لهؤلاء الفاسدين الذي تحدث عنهم الدكتور رافع قبل قليل. القضية علاقة كبيرة بين السياسة وبين الاقتصاد، ومثل ما ذكر الدكتور لقاء هذه المنظومتين هي متداخلة فيما بينها للتنفيذ. نحن لا نريد إلى وعود ولا نريد إلى تنظير، وإلا نحن نحتاج إلى الإطار الراعي لإرادة الإصلاح الحقيقية. القوى العراقية، القوى الوطنية العراقية قدمت منذ البداية قدمت تشخيصا لهذا الواقع وتوقعت هذه المآسي التي حصلنا عليها اليوم وقدمت البدائل، لكن القضية أن هنالك الذي يرعى هذا الفساد ويحميه مثل ما أشار قبل قليل الدكتور رافع، هذه هي الأساس المشكلة. ثانيا لو أيضا لو جئنا إلى حتى هذه الورقة كمؤشرات كما أقول، لأنه لا نريد مناقشتها بتفاصيل كأننا نقرها، لكن كمؤشرات على أنها لا تريد، في بداياتها في مطلعها أنه هذه الورقة ستعرض على الهيئة التشريعية أو الجهة التشريعية وستقر وستلحق بملاحق وس هذا التسويف إذن معناها أنه لا يراد منها إلا قضية الخداع. الأمر الآخر أيضا ربما في هذا الحقيقة دكتور هناك من اعتبرها نوع من الدعاية الانتخابية الكاظمي الذي يعتزم الترشح، هذه نقطة هي الجوهرية لا أكثر ولا أقل، وهذا كلام الشعب العراقي، الشارع العراقي هو ينظر إليها بهذا المنظار، وسؤال الشارع العراقي الشعب العراقي يقول أنت في بداية مجيئك الكاظمي أو غيره كل حكومة تأتي هي تقدم ما يسمى بالمشروع أو المنهج أو ماذا تحقق منذ استلامك للسلطة إلى الآن حتى ستحقق مثل هذه المشاريع الخيالية. القضية إذن قضية خداع كما قلت في مطلع حديثي، ولا يخرج عن إطار تصارع هذه الأحزاب والكتل فيما بينهم والأشخاص وهم كلهم في منظومة واحدة. دكتور لقاء مكي، الورقة البيضاء الحقيقة هاجمت بشراسة ما سمته دور الدولة وتغول هذا الدور في الشأن العام،
وأنه طبعا حتى دور الدولة العراقية من 21 إلى 2003 أو إلى اليوم، واعتبرت أن الدولة يعني بالغت كثيرا في تدخلها في الشأن العام، مما ربما خلق نوع من المجتمع متكاسل متواكل مطمئن أن وراء دولة تقدم له دعم بشكل مجاني بالكامل أو بشكل شبه مجاني من الخدمات الطبية، من التعليم، من الخدمات والغذاء وما إلى ذلك، حملتها المسؤولية كاملة عن هذا التردي الذي وصلنا إليه أو هذا التشوه في قضية في الهيكل الاقتصادي. فعلا الأمر هكذا؟ والله أشوف هذه رؤية اقتصادية، وأنا لست خبير اقتصادي حتى أقدر أعطي يعني وجهة نظر فيها، لكن أعتقد أن النظم الاقتصادية منذ التسعينات في العالم على الأقل منذ التسعينات يعني بداية العولمة أو انتشار العولمة أصبح دور الدولة تقلص حتى بالدول ذات الطابع الاشتراكي، تقلص دور الدولة بشكل كبير، والدول الريعية اللي كانت تعتمد على واردات النفط مثل العراق أصبحت تحاول أن تنأى بنفسها عن الاعتماد على مصدر واحد، وبدأت تفتش عن مساليب أخرى، لا سيما وأن النفط ليس الآن، منذ وقت مبكر تبين هناك دراسات تتحدث عن أنه لن يكون هو مصدر الطاقة في العالم الرئيسي خلال السنوات المقبلة، الغاز ربما، الطاقة النظيفة إلى آخره. بالتالي كان يجب على الدولة، إن كان هناك دولة، نتكلم عن الدولة وليس عن العراق بالذات، أن تفتش عن أساليب أخرى لإيجاد منافذ للأموال يعني لتمويل الميزانية. في العراق الاحتلال أنهى كل هذه القدرة. طبعا الدولة ما قبل 2003 نعم كانت الدولة نفسها تتدخل في كل شيء، صارت يعني القطاع الخاص تطور نسبيا وصار الشركات شركات مساهمة شركات عامة، كان هناك انتقالات على كل حال، لكن ليست بالمدى المقبول بسبب طبيعة النظام آنذاك وميلة للنظام الاشتراكي أنه يكون مجاني التعليم الصحة إلى آخره مقابل أو عدم وجود ضرائب، ولكن كانت الدولة غنية في نفس الوقت حتى خلال الحصار لم يكن هناك، لكن أيضا كان غير الممكن أنه الدولة تتقاضى ضرائب بسبب عدم وجود أموال أصلا لدى الناس. عموما الدولة فقط صارت منذ 1958 بالمناسبة يعني هذا النمط الاشتراكي، يعني منذ الثورة العراقية ثورة 58، ولكن في الزمن الملكي ما كانت هكذا، كان القطاع الخاص نشط وقوي، ولو استمر لكان هناك شيء آخر في العراق. عموما أنا أعتقد أن الرؤية هذه لا تتحدث يعني عن عموم الدولة العراقية، هي بالحقيقة الرؤية هذه مصدومة تحاول أن ترمي عبء ما جرى خلال السنوات 17 الأخيرة على عاتق الدولة، أقصد الدولة كنظام كمنظومة سياسية، وليس على عاتق الاحتلال وتبعاته. قبل الاحتلال قبل 2003 كان عدد موظفي القطاع العام حوالي 750,000، بعد الآن يصلون إلى 6 مليون. هذا العدد هائل، يعني أنت تتكلم عن أن يعني الجزء الأساسي من ميزانية الناس في العراق. طيب من المسؤول؟ من المسؤول عن تضخم هذا العدد من موظفي القطاع العام؟ الاحتلال وتبعات الاحتلال والحكومات التي جاءت بعد الاحتلال، لأنه حتى قبل الاحتلال كان هناك يعني صحيح ليست هناك شركات ضخمة خاصة، ولكن كان هناك عمل، كان هناك أمن يسمح للشخص أن يفتح دكان، يفتح له معمل صغير ورشة، كانت المهن الصغيرة أو الأعمال الصغيرة أو المتوسطة نشطة، وبالتالي كان هناك فرص عديدة للإنسان أن يعيش خارج نطاق الدولة، بل كان أحيانا يعني بالتسعينات أو حتى قبل الاحتلال كان يعيش أفضل، الوظيفة العامة أصبحت مشكلة. نعم. لأنه الراتب ما عاد يكفي كما تذكرون حضراتكم الآن، والقطاع الخاص نشط، يعني الاقتصاد طور نفسه وحسن نفسه بنفسه. نعم. لأنه الناس بدأت تفتش عن وسائل العيش، الدولة طلتهم بعض الامتيازات، طلعت بعض القوانين للسهر للاستثمارات، فمشت الأمور، وفعلا بدأ العراق يطبق تجربة النظام الخاص أو القطاع الخاص بطريقة ناضجة وتنضج يوميا لولا الاحتلال. نعم. اللي هدم كل شيء. نعم. يعني غير القوانين بالكامل، دمر المنظومة الصناعية والزراعية. طبعا. وشوف يعني فقط أذكرك اي تفضل برايمر
طلع قرار من بيد 100 قرار يطلعها بتدمير مركز إباء. نعم الزراعي. مركز إباء الزراعي كان نعم. كان يحتفظ بحبوب بذور صناعية وزراعية ملقحة خاصة غير موجودة يعني لتطوير الزراعة، كلها دمرها حتى العراقي ظل يستورد الزراعة، ولذلك يعني واحد من أسباب تدمير الزراعة. لذلك احنا نتكلم عن شيء تدمر. هذا رئيس الوزراء الحالي تسلم منظومه بهذا الشكل، انا ما اقدر يعني ما اقدر امدح ولا دكتور باختصار لكن بالله. اي واحد اي فانا اعتقد ان القاء اللوم على الدوله العراقيه منذ التاسيس لا غلط بالتاكيد، لكن نظام ما بعد 2003 بالتاكيد هو اللي دمر الدوله ومنظومتها واضح. وقدرتها على خدمه المجتمع. نعم اشكرك دكتور. شكرا. دكتور رافع الفلاحي، الورقه تتحدث انه هناك معوق كبير يعترض طريق خلق بيئه استثماريه في العراق بأسوا من الداخل او من الخارج بسبب عسكره المجتمع، بسبب سيطره قوى مسلحه يعني توصفها الورقه انها غير قانونيه تسيطر في العراق وبالتالي تخوف المستثمر او راس المال من ان يستثمر في العراق. يعني هذا الحقيقه التوصيف فيه تضليل، من هذه القوى غير القانونية اللي مسيطرة بالعراق وتخوف المستثمر؟ هو توصيف دقيق وليس مضلل، لكن في 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 نقطة التضليل هو لا يقول من هذه القوى. نعم لا يتحدث عن هذه القوى وهي معروفة للمجتمع، هي هذه الميليشيات والحشد الشعبي وما يسمى هذه الميليشيات. لأن أنت تدخل في أي مشروع الآن يقاسموك، لا تستطيع أن تقوم بأي مشروع بأي معمل صغير ولا كبير، وماكو معامل كبيرة، لكن أي مشروع هو تحت إمرة هذه القوى ويجب أن تأخذ موافقتها ويجب أن تأخذ حمايتها. فأنت تحتاج إلى حماية. كيف يمكن للقطاع الخاص أن ينشأ وهو لا توجد حرية في اختيار المشروع الذي يريده، لا توجد حماية، لا يوجد أمن، لا يوجد قدرة على اختيار الكادر الذي يعمل معه وأرباحه شلون يتصرف بها وقدراته شلون يتصرف بها. هذه نقطة. ولا توجد حماية من الدولة لمن توجد، لأنه أنت تحتاج في البداية عندما تنمي القطاع الخاص وتبدأ الصناعات الصغيرة تتطور وصناعات كبيرة، أنت تحتاج إلى حماية الدولة لكي منتوجك يخرج إلى الأسواق وينافس المنتوجات الموجودة. لأنه إحنا بلد الآن مستورد، والآن كل الاستيرادات وبأسعار غريبة عجيبة، فأنت تنتج لكي أولا تنافس البضائع الموجودة في سوقك وتستحوذ على السوق، وبعد ذلك تستطيع أن تنافس خارجيا، وهذا كله يحتاج إلى جهد الدولة. ثانيا والنقطة المهمة في هذا الموضوع عن النقشة، ما هي السياسة الاقتصادية التي يتبعها العراق منذ عام 2003 لحد الآن؟ أنا أتعدى أن يقولوا لي أي واحد من ذول الخبراء ما شكل السياسة التي، هل هي رأسمالية اشتراكية؟ هل هي رأسمالية اشتراكية؟ هي يعني خليط من هذا وهذا؟ هل هي ماذا؟ هي فوضى الحقيقة، لا توجد سياسة. هو الحقيقة دكتور الورقة تحدثت عن تشوه الهيكل الاقتصادي في العراق، مشوه مشوه. من هو المسؤول؟ ما أنتم المسؤولين، بالتالي يحملون المواطن المسؤولية. أنت تتحدث عن قضايا خيالية، أنت تتحدث عن تنمية القطاع الخاص، لا يمكن تنمية القطاع الخاص في ظل ظروف الفوضى وسيطرة. لذلك أنا قلت الأولويات فيها خلل، أنت تتحدث عن أولويات، أنت ذهبت إلى هذه الأولوية. يجب عندما تبني بيت يجب أن تذهب إلى الأرض تسطح الأرض تحفر الأساسات وبعد ذلك تبني. أما أن تأتي بالبنات وأنت الأرض ما أعرف شنو بطريقة عبثية وتحاول أن تبني بيتا وبالطريقة العشوائية التي تريدها، هذا خطأ كبير. أنت تحتاج إلى أن تهيئ المناخ والبيئة المناسبتين لهذا الإصلاح الاقتصادي، وهذا يرتبط بإصلاح بتغيير سياسي من فوق، أن تزيل كل هذه وتزيل الفساد والخراب والدمار، وبعد ذلك تطلق مثل هذه الخطة وستنجح هذه الخطة ويساندها الشعب. ثانيا هذه كل الورقة تعتمد على ثقة الشعب وتضحياته، يعني في البداية يقول أنها قاسية وسيتحمل الشعب لماذا يتحمل الشعب العراقي العيون من؟ هو يتحمل 17 سنة من الدمار، وقبلها 10 سنوات 13 سنة تحمل الحصار الاقتصادي والضغوطات الكبيرة والأذى والموت، وجاءت هذه 17 سنة هذه المصيبة الكبيرة. فبالتالي لماذا يتحمل؟ من أجل عيون هذه الحكومات والميليشيات ليتحمل هذا الضغط، ويتحمل من أجل الحكومة ويعرف أنها فاسدة ويتظاهر ضدها
في الشوارع صار له سنة في الشوارع وتقتل الميليشيات ويريدون ومقتدى الصدر يدي يرجع للبيت ويحدد وقت تظاهره وش وقت يرجع وش وقت يجي وما يسب الحكومة وما ما يجتماعات. هذه قضية كبيرة. أشكرك دكتور عبد الحميد العاني. أيضا الورقة تتحدث أنه في سنة 2021 عائدات النفط وفق هذه الأسعار الموضوعة الآن في هذه الورقة لن تكفي لسد نفقات رواتب القطاع العام، وبالتالي طبعا الحكومة تحاول الاقتراض وليس هناك من جهة لحد الآن مستعدة للاقتراض. الاقتراض سيكون حل لهذه المشكلة؟ يعني هذا قضية حتى رواتب القطاع العام الدولة غير قادرة على تسديدها؟ طبعا لا الشعب عنده ثقة بهذه الحكومة وهذه الورقة، ولا الجهات الأخرى الخارجية أيضا باتت لها ثقة بهذه الحكومة حتى تقرضها. لماذا؟ لأنه وفق السنوات الماضية كل الحكومات الماضية كانت تقترض، ويذهب هذا الاقتراض إلى أين؟ ليس إلى العراق. يعني الاقتراض أنت لما تقترض مال، هذا المال الذي تقترضه لأي يجب أن هل يكون له عائدات؟ هل سيكون هنالك استثمار وبناء وإصلاح للبنية التحتية وغيرها؟ القضية لا يوجد جدوى اقتصادية، القضية هنا قضية امتصاص لثروات البلد وإمكانياته، ويذهب هذا كله إلى جيوب هؤلاء الفاسدين. نعم. أرجع على فقط القضية الورقة هنا وما ذكره الدكتور لقاء وأشار له أيضا الدكتور رافع. الورقة هنا رغم أنها حملت الحكومات السابقة تبعية هذا الأمر هو من جانب صحيح، لكن الورقة هي تريد أن تحمل خاصة في بعد الاحتلال أتكلم، هو كأنها تحملهم كأشخاص ليس كمنظومة، وهذا هو الخلل الكبير. الخلل الكبير أنهم إلى الآن لا يريدون أن يعترفوا أن الخلل في النظام السياسي، بل يريدون القول أن الخطأ والخلل في هذا الشخص وهذا الشخص. لذلك أيها الشعب العراقي، هؤلاء الأشخاص السابقين لا يصلحون، لأنهم هم كانوا سبب في أدائهم ما وصلتم إليه. نحن إن شاء الله أعيدوا انتخابنا لأننا سنحقق لكم الأمل والحلم والحياة السعيدة. الخلل الكبير كما يراه المتظاهرون اليوم في الساحات أنه هو الخلل في المنظومة وليست في الأشخاص، لأنه الأشخاص كلهم في إطار واحد. طالما ذكرت التظاهرات دكتور لقاء مكي، الآن تظاهرات في الشوارع ضد الفاسدين ضد الفساد، الورقة تتحدث عن إجراءات قاسية ومريرة، خفض لرواتب، خفض قيمة الدينار أمام الدولار، الدولة كأنها نفضت يديها حتى من هذا الدور الشكلي البسيط بعد عام 2003، الدولة لا تقدم لا صحة ولا تعليم محترم ولا أيضا بطاقة تموينية وما إلى ذلك، نسبة فقر في العراق حوالي 60%، البطالة مرعبة، هذه عوامل هناك من يراها أنها وقود مجاني لمزيد من الانفجار الشعبي في المرحلة القادمة. الآن هناك انفجار، ربما الانفجار يكون أكثر. نعم، هو بالحقيقة الانفجار فقط متوقع، يعني هو شبه مؤكد أصبح. نعم. يعني منا شهرين ثلاثة إذا ظلت الدولة عاجزة عن تسليم الناس رواتب، طبعاً الدورة الاقتصادية مو فقط الموظفين سيتضررون، الدورة الاقتصادية كلها تتوقف، لأنه معظم الدخل اللي يدخل للمجتمع، الأموال اللي تدخل للمجتمع تجي من الرواتب. نعم. فبالتالي كل المنظومة الاقتصادية توقف، وبالتالي بعد ما يعود هناك فقير وغني بالعراق، كلها فقراء الصيد. فالحقيقة يعني عملية الانفجار الاجتماعي قد تكون أقرب مما نتوقع، يعني مو قضية تطبيق هذه الخطة و يعني قرض ضرائب جديدة أو إلغاء كذا، لا مجرد أنه انتشارين ثلاثة ما تقضي رواتب، وهذا أصبح متوقع للغاية إذا ظلت أسعار النفط، وستظل هي طبعا كما هو متوقع، فمعناته أنه إحنا ننتظر فئات جديدة تدخل الاحتجاجات. يعني لا تنسى أنه الاحتجاجات أيضا فئات كثيرة ما دخلتها، بأن أبرزهم الموظفين اعتقدوا أن هم في مأمن من المشكلة الاقتصادية في البلد، لأن نعم. هم بالحقيقة عندهم راتب نعم. ومؤمنين اقتصاديا، والحمد لله حصلوا وظيفة. يعني الآن الموظف أصبح مهدد، أصبحت وظيفته بدون جدوى، وبالتالي هو أيضا سينضم أو جزء من عندهم على الأقل سينضمون إلى الاحتجاجات،
ولذلك هذه احتجاجات حتى مع بقاء دكتور حتى مع بقاء رواتب الدولة إذا ما مضت بخفض قيمة الدينار أمام الدولار سيكون الحقيقة الدخل الحقيقي بالتأكيد دخل حقيقي هو حتى إذا ما خفضت قيمته يعني الدولار بده يصعد يعني بغض النظر لأنه الاقتصاد يعني في عملية انهيار وبعدين مقدار الرصيد من العملة الصعبة بده يقل لأن الدولة بتاخذ من الخزين العراقي الوطني أموال وهذا ما تحدث عنه دكتور أشكرك الوقت انتهى تحدث البارحة محافظ البنك المركزي حذر من تناقص احتياطات العراق من العملات الأجنبية أشكرك دكتور لقاء إذا عندك تفضل 30 ثانية وأقل لا لا شكرا خلاص شكرا جزيلا أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور لقاء مكي الأكاديمي والباحث السياسي شكرا جزيلا شكرا للدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي شكرا دكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين كانوا معنا في هذه الحلقة ناقشت التأثيرات أو حظوظ ورقة الكاظمي البيضاء من النجاح في إنعاش الاقتصاد العراقي تأثيراتها السلبية على المجتمع العراقي في المرحلة القادمة إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.